مرحبا متابعين صفحة اليوفنتوس وتويتر يوسف حريم. اليوم موضوعنا بيكون عن نزول الوزن، بس مو أي نزول. خلينا نقول نزول الوزن للناس اللي يكون عندها كتلة عضلية قليلة. إذا عندكم كتلة عضلية قليلة، من المفترض اللي تسوونه عشان تنزلون وزن ان تزيدون هذه الكتله العضليه. شلون نعرف اذا الكتله العضليه مالتنا اوكي ولا لا؟ هذا من خلال فحص مكونات الجسم عن طريق المشينز، ممكن يكون امبادي، ممكن يكون سيكا. من خلالها راح نعرف اذا كانت within the normal range. اذا كانت اقل من طبيعي لازم نزيدها. ليش؟ لان العضلات تساعد في حرق الدهون. كل ما زادت العضلات كل ما زاد الحرق، كل ما قلت العضلات كل ما قل الحرق، وبتشوفون انتم تاكلون كميات جدا قليله وفي نفس الوقت ما تنزلون وزن. انزين الحين دايتشن ساره، شنو الحل؟ شلون نزيد كتله العضليه؟ الكتله العضليه تزيد عن طريق شيئين. عندنا الاكل اللي احنا ناكله لازم يكون عالي بالبروتين، اوكي. ثاني شيء لازم ان احنا نلعب تمارين مقاومه، وليس تمارين هوائيه، تمارين مقاومه سبيسيفيكلي، وناخذ البروتينز بعد التمارين. يعني مو شرط اذا انتم بتاخذون خلينا نقول شيء نفس الايزو واي بروتين او اي نوعيه بروتين تبون تاخذونها كل يوم، لا، مجرد تاخذونها عقب يوم اللي تتمرنون فيه. بهذه الطريقه اذا وصلتون راح ترتفع عندنا الكتله العضليه وبتشوفون الوزن is dropping.